لايف نحنا شو مفونسة مش قشعة؟ أصلاً كل العالم هيك بيفكروا خصوصي بلبنان. قبل السؤال في 600 سوري و600 بعتذر، بس بدي أسألك سؤال. قلت لي كيف بتقدري تحلمي؟ شو اللي دخل بهذا بس؟ شو كنت عم أقول أنا؟ اسمي جنى أبو كامل، عمري 18 سنة، عم بدرس أول سنة ترانسليشن بجامعة الـLAU. أنا اسمي سنتيا حيدر وأنا رفيقة لجنى. أنا رحاب محمد السيدي، عندي خيك توأم كمان ما بيقشع، أنا من السورية. حمود محمد السيدي، عمري 15 سنة. أنا اسمي زهرة وأنا أخواته لحمود ورحاب وعمري 13 سنة. نويل تيان، موظفة بوزارة المالية، مديرية الواردات، رئيس رابطة الجامعيين المالين للمكفوفين. أنا اسمي ناصر بلوط، عمري 29 سنة، أنا كفيف من الولادة. مرة فتت لأحكي مع مديري وكان عنده ناس بالمكتب، ففتت أنا محمسة وهيك عم بقول له إنه أستاذ لؤي في شخص بده يحكيك كذا، فتري هو منه بالمكتب والباب مفتوح. فبيقوم الرجال اللي كان قاعد عنده بيقول لي شو مفونسي مش قشعة؟ فانحرشت شوي بس ضليتني طالعة عادي، يعني ما علقت على الموضوع. ما بعرف ليه البنت تحديدا بس بدي اتعرف عليها وبس بدها تسالني كيف بتكتب على التليفون. قبل السؤال في 600 سوري و600 بعتذر، بس بدي اسالك سؤال. بيبقوا هيك سوري عندي سؤال بس ما تاخذها شخصيه. ما بعرف ليه بدي اخذها شخصيه اذا عم تساليني كيف عم بكتب على التليفون. انا بصير بتوتر انه شو بدها تسال، انه شو في هلا. سوري ما بدي اجرحك، ما بعرف هلا انا اذا بسال حدا كيف بتكتب مثلا بجيب علبه كلينكس وبلش يدمع مثلا. كيف بتكتب سؤال عادي بينسال، ما في مشكله اساله، انه اساله اللي بدكم اياه، اساله كيف بتكتب، كيف تظهر، كيف تاكل، كيف تروح، كيف تجي، ما في اي مشكله. من شي سنتين لورا سالتني بنت صغيره يمكن عمرها انجا شي 7-8 سنين، كنا هيك باكتيفيتي للاولاد واجت قعدت حدي، صارت تسالني كثير اسئله، والسؤال اللي خلاني استغرب انه كيف عم بتفكر، قلت لي كيف بتقدري تحلمي؟ انا قلت لها انه مثل ما نحن ان ريل لايف، يعني بدون ما نشوف الاشياء بنحلم من خلال حواسنا الباقي. يعني فور اكزامبل اذا انا حلمت اني شفت رفيقتي اللي تعيت فيها، ما بحلم اني شفت شكلها مثل ما انا بالطبيعه، يعني بسمع صوتها اذا سلمت عليها ممكن حس فيها مثل بالواقع نفس الشيء. في اسئله تانية بتكون شوي اضبط، يعني مثلا كيف تطبخي انه بعتبرها طبيعيه، بس كيف تتحممي؟ شو اللي دخل بهذا بس؟ في ست كنا مرئين نحن وعمتي، قلت لها شو بهون الصبايا حرام سلامتهم، سو قلت لها هي اشطر مني ومنك ما بهون شيء، انه ما تضايقت بس منها كشخص، بس ضايقت انه بعد في ناس بالمجتمع هيك بفكر. بعدني من كم يوم سامع نفس العبارة، سلامتك والله يشفيها وان شاء الله بتشفي وان شاء الله على سلامة. هدول يعني التعبير هن مش انه فيهم اهانة، بس الناس عن جد ما عندها فكرة انه في شغلات منا مرض وبتشفى. في كتير قصص لازم نشغل عليها على نطاق التوعية. في رسالة للمجتمع كتير مهمة، انه ما تحكموا على الشخص قبل ما تشوفوا كيف هو وشو قدراته. يعني مثلا لما تشوفوا حدا عنده اي حالة خاصة ما ضروري يكون كفيف، مش دغري انه ايه حرام ما بيقدر يعمل هيك، يعني تفكروا انه قدراته محدودة، بالعكس جربوا للشخص. انا ما بحياتي توقعت انه هالقد يكونوا بيقدروا يعملوا قصص عادي مثلنا مثلون، انه يروحوا يجوا يدرسوا مثلنا نفس الشيء. أصلاً كل العالم هيك بيفكروا خصوصي بلبنان، وهي قادرة تعمل كل شيء لحالها، إنه خصوصي حتى بالصف، إنه هي بس بدها حدا حتى يوصلها على الصف أو حتى يوصلها على المبنى يلي هي لازم تروح عليه، وبتعرف تروح على أي صف بدها إياه وعادي. فينا نحب وفينا نتعرف وفينا ناكل وفينا نشرب وفينا نظهر وفينا نسهر مع شوية تجهيزات، يعني إنما في علينا نحن كمكفوفين مسؤولية كبيرة لنثبت حالنا، لنفرجي حالنا، لنساعد المجتمع كيف بده يتعامل معنا بمحلات بدهم يساعدونا بس ما بيعرفوا، فبدهم يعرفوا منا نحن شو هي الطريقة اللي بتخلينا توصلنا المعلومات بالطريقة الأسهل. يعني مثلاً إنه رفقة يساعدون يكونوا معهم بأي شيء بيكون، لناخد مثل إذا بدهم يقروا لهم شيء مكتوب أو إذا بدهم مثلاً يقطعوا الطريق سوا، بكتير بأبسط الأشياء فيهم يقدروا يساعدوا، ما ضروري إنه يعملوا شيء كتير كبير. أنا عيونة لرحاب، يعني بصير مثلاً شوف الصورة
إلا مثلا هون في صبي، هون في شجر، هون في بحكي لك كل شيء بيصير بالتليفون. بمشي على إجري وعدنا أخواتي بيمسكني، ومرات أمسكه من هون لما بيكون أقصر مني بشوي بحط إيدي على كتفه. وكتير مهم للأشخاص يلي عندهم حاجة إضافية إنهم أول شيء فرجوا كل شيء عندهم من طاقة، يعني ما يقولوا أنا لأنه عندي حالة خاصة ما في أعمل يلي بدي، بالعكس بتوا للمجتمع إنه أنتوا فيكن لحتى هو ما يحكم عليكن ويصدق إنه أنتوا فيكن. إنه ما بتستسلم الواحد، مو بسرعة يستسلم، لأن الاستسلام شيء إني خسارة الواحد، يعني لازم يضل يحاول. أنا فاهم هي القصة وين، هي القصة لما عنا إعلام غلط ولما عنا الابروتش تبع الشخص الكفيف غلط، ودائما بدنا نظهره بصورة هذا الإنسان اللي هيك قاعد عم يشحد الإعاشة أو قاعد هيك ما بعرف كيف ومعطر ومشحر، وأهم شيء السوفت ميوزيك، ها هيدي البيانو هيك، ساعدوهن بحاجة لمساعدتكم كذا. هيدي الإيمج، هيدي اللي بتقتل، هيدي اللي بتقتل أي تواصل ممكن يصير بين الكفيف والمبصر. ما نعمم إنه أي شخص كفيف اليوم فاشل يعني كل المكفوفين فاشلين، ما إنه عدل يعني هذا الموضوع. بس الرسالة اللي بقوله إنه تعاملوا معه كشخص عادي، لا تطلعوه كتير كتير لفوق ولا تنزلوه كتير كتير لتحت، هو إنسان عادي. حتى زعلوا منه عملوا، يعني إذا في داعي للزعل زعلوا منه، عملوا مشكل أنتوا إياه، انبسطوا منه وقت يعمل شيء صح، شجعوا، وإذا عمل شيء غلط قولوا له. أنا هيك بشوف، أنا هاي الرسالة اللي بحب وجهها. أنا ما في أقول هيك بشوف لأني ما حشوف. للأسف المعتقدات الخاطئة يعني بالمجتمع عنا كتيرة، فلا يعرفوا أنه الشخص الكفيف عنده برنامج ناطق على الكمبيوتر، بيقدر يستعمل الكمبيوتر، بيقدر يستعمل التليفون، بيقدر يتحرك لحاله. آخر مسج بحب وصلها للأشخاص آخر مسج بحب وصلها للشخص لحظة آخر مسج بحب وصلها للشخص اللي ما بيشوف، إنه ليش بدنا نضلنا قاعدين ضمن بيئة كلها أشخاص ما بيشوفوا؟ كتير حلو يكون عنا أشخاص ما بيشوفوا رفقة، وبالعكس هذا شيء بيفيد وهذا شيء حيكون بلس لإلنا. بس كمان الحلو أكتر إنه نتعرف على الأشخاص اللي بيشوفوا، نشوف هني شو بيعرفوا عنا، نكسر هذا الحاجز بيننا وبينهم، لأنه كمان مثل ما هني عليهم مسؤولية ونحن منطالبهم إنه تعوا لعنا عطول وقربوا منا، كمان نحن لازم نقرب منهم. ما في انا اكون ضلني عايش ضمن بيئه وحده اجي ازعل اذا هذا الشخص ما قرب مني. انا بدي اعمل خطوه وهو بيعمل خطوه وبيمشي الحال يعني.